تلامذة مؤسسة يسرى الخصوصية بحي السلام يحتفلون بذكرى المسيرة الخضراء، يحتفلون بذكرى المسيرة السلمية التي كتب عنها كل شعراء العلم. هذه المسيرة نستحضر فيها مع تلامذتنا اليوم حدث يؤرخ لي صفحات من نضال المغرب المشرق. اليوم نحاول أن نجسد مع تلامذتنا هذا الحدث لغرس فيهم الروح الوطنية، ولنحس نحن كأسرة تربوية بمدى البعد الوطني، بمدى حب الوطن، فحب الوطن من الإيمان. شبير عزيز، غدا إن شاء الله ستخترق الحدود، غدا إن شاء الله ستنطلق المسيرة، غدا إن شاء الله ستطؤون أرضا من أراضيكم وستلمسون رملا من رمالكم وستقبلون أرضا من وطنكم العزيز. ذكرى 46 المسيرة الخضراء، كنتشرك نحيي جميع المغاربة من هذا المنبر وبروح وطنية. تحية الوطن، الله الله الله، الوطن الملك. السلام عليكم. أنا صراحة فرحانة بزاف، جو سوي فريمون كونتون، حيتاش أننا بفضل سيادة المدير قدرنا أننا نبينوا الحب ديالنا للوطن ونبينوا اليوم بأننا كنبغيو بزاف من ناحية هذا الشيء اللي درنا وهذا النشاط اللي قمنا به. تحية للأساتذة تاوعي والتلاميذ اللي شاركوا معنا في هذه المسيرة الخضراء، شكرا. إن شاء الله ستبقى الصحراء مغربية إلى الأبد إن شاء الله. أنا كأسماء جوامعي كصحراوية كتلميذة مؤسسة يسرى كنبغي نشكر كاع الأطر التربوية إدارية تلاميذية، كنشكر الصحافة والشرطة اللي وقفت معنا في هذه المسيرة اللي واخا ما هي خضراء ولكن مسيرة كانت حدث تاريخي في تاريخ المدرسة وفي تاريخ المغرب ديالنا. السلام عليكم، سميتي سارة من مؤسسة يسرى الخصوصية. كنوجه شكر كبير للأدراء والأساتذة والأمهات والصحافة اللي وقفوا معنا وعاونونا باش نحيو هاد الذكرى. وبهذه المناسبة كنود نشكر كاع المغاربة وكاع الأمهات والشرطة، وما نساوش بطبيعة الحال الصحافة اللي وقفوا معنا، شكرا. سميتي ريم وأنا من مؤسسة يسرى الخصوصية، واليوم احنا فرحانين بزاف باحتفالنا بالذكرى 46 المسيرة الخضراء، وهذا الاحتفال اللي دارت لنا المؤسسة وخلتنا بيه نعبروا على مدى الحب ديالنا الوطن ديالنا. ومن هذا المنبر كنبغي نوجه تحية لجميع الأطر المؤسسة وجميع الأساتذة ديالنا والمدراء ديال المدرسة، منهم سي يوسف اللي خلى هذا الحدث ينجح، و تحية للشعب المغربي، شكرا. فليحيا الوطن، شكرا لكم مرة أخرى على حسن التغطية والمواكبة. إذن شكرا للجميع، شكرا لكل من أزرنا في هذا الحدث الوطني، أباء، أولياء، تلاميذ، صحفيين، جهات معنية، الأمن الوطني. هذا الحدث كيجي في تخليد ذكرى المسيرة الخضراء الذي اخترنا له هذه السنة شعار حب الأوطان من الإيمان، ولنجعل كل ما تعلمناه سلوكا نحياه. في هذا الإطار نظمت المؤسسة حملة تربوية تلاميذية تطوعية تخليدا لهذه الذكرى وتكريسا لروح المواطنة الصادقة. إذا المسار كان من مؤسسة يسرى من البوابة ثم إلى المدرسة بحي السلام ثم إلى المحطة التي أقيم فيها النشيد الوطني ثم قسم المسيرة ثم ترديد الشعارات الوطنية
بحيث تمديد الدخلة. ثم عادت المسيرة بسلم وبانتظام ونظام إلى بوابة المؤسسة، ثم قدم مجددا النشيد الوطني، ثم قسم المسيرة. الحمد لله الرحلة والسفر والمسيرة كانت ناجحة بكل المقاييس بفضل تدخل كل الشركاء والفاعلين الذين يعني أبانوا عن حماسهم في تخليد ذكرى المسيرة الخضراء. شكرا لكم، وكنحييكم على الحضور ديالكم كمنبر إعلامي خاص. نتمنى إن شاء الله يعني مجددا نلتقي في مناسبات وطنية أخرى، تشريفا وتكريما وتمجيدا لهذا الوطن الجميل. شكرا.